بعد عامين خانوا أمانة. هكذا عبر هذا الموال بمنطقة بوغرينا بلدية الحروج جنوبي ولاية سكيكدا عن صدمته بعد أن اكتشف غياب قطيع أغنامه والأخوان اللذان كانا يحرسانه. مشروع يعني بدينا فيه أنا وصديق تاعي شريكي باش يعني الإنسان يعيش يسترزق من الرزق هذا وذاك، ومعنا زوز عمال انهم بعد عامين يعني خانوا امانه يعني مش بالسهل بهجات الامانه هذه. رانا سهرنا ليل ونهار، برد شتا ريح، قاسينا بزاف، يعني ما خلاو لنا حتى راس غنم. نطلب من السلطات الامنيه انها تبذل اقصى جهدها باش يعني تعاوننا. هذا هو مصدر الرزق تاعنا سبحان الله. 67 خروفا اختفى في لمح البصر، وعملية سرقة لم يتوقعها صاحب القطيع، خاصة وأن الراعيان المختفيان يعملان هنا منذ عامين كاملين. معلومات تقول بأنهم عداوا على وسط المدينة، ونطلب من السلطات الأمنية أنها تقوم بمساعدتنا في هذه القضية، وإن شاء الله نلقاو هذو الرئيسان في أقرب وقت. وما يخفاش عليكم باللي هذا الرزق تاعنا، وحنا في ثلاث عائلات نخدموا على هذا المشروع منذ عامين، وواك تشوفوا الدنيا ما خلاونا والو، راس ما قعد ناكلوا ربوا عليهم. بكلمات حزينه ونداء لمن استطاع اليه سبيلا، يناشد الموالان عبد السلام ورشيد ساكنه المدينه والجهات المعنيه من اجل الوقوف بجانبهم لاسترجاع مصدر قوت 4 عائلات.